السعودية تزف بشرى سارة وتعلن إلغاء تأشيرة الدخول لكافة المغتربين. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أعلنت مصادر إخبارية خليجية في تقرير سابق عن أن هناك رغبة لدى السلطات السعودية لإلغاء جميع التأشيرات الخاصة بالمقيمين والمواطنين في دولة مجلس التعاون الخليجية، وهذه الخطوة سوف تعمل على زيادة عدد الراغبين في زيارة السعودية بالمواسم السياحية المقبلة، وذلك وسط المجهودات العظيمة التي تقوم بها هيئة الترفيه السعودية وباقي الأجهزة المعنية. إلغاء تأشيرة مواطني مجلس التعاون الخليجي. وعلى صعيد آخر، أوضح التقرير الإخباري لأن فور الإعلان عن هذا القرار سوف يكون بإمكان كل شخص له تأشيرة سارية داخل أحد دول مجلس التعاون إلى الدخول إلى المملكة بكل سهولة دون الحاجة للحصول على تأشيرة الدخول، سواء كان هذا الأمر من أجل العمرة أو السياحة أو حتى القيام ببعض الأمور التي تخص العمل، وإن إعلان القرار سوف يكون خلال الفترة البسيطة المقبلة. وقد أوضح التقرير إلى أن هناك استثناء لفريضة الحجة، حيث إن لها شروطا خاصة بالراغبين في أدائها، ويتم اختيارها وتحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، ولكن يستطيع كل مواطني دول الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر الدخول إلى المملكة دون تأشيرة وأداء فريضة العمرة، استثناء حالات من التأشيرة الجديدة. ومن الجدير بالإشارة إلى أن المصادر الصحفية قد أوضحت أنه سوف يكون هناك بعض الاستثناءات في هذا النظام، حيث لن يسمح لمن يحمل تأشيرة الخادمة أو عامل البناء من الحصول على تلك الميزة، مع السماح لباقي أصحاب الياقات البيضاء والمهنيين الآخرين من أصحاب الدخل المنتظم في دول مجلس التعاون الخليجية من الاستفادة بهذا النظام الجديد.